بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حليم يا كريم يا قديم يا مديم يا عظيم يا الله يا خير مسؤول وأكرم مأمول يا من له الحمد والثناء بيده الفقر والغنى وله الأسماء الحسنى لا مانع لمن أعطى ولا مضل لمن هدى يفعل في ملكه ما يشاء رب الأرباب ومعتق الرقاب ذو القوة القاهرة والعظمة الباهرة مالك الدنيا والآخرة أسألك باحتياط قاف وبغول يوم المخاف بالزخرف بالطور بالرق المنشور بالبيت المعمور بالسقف المرفوع وبالبحر المسجور بنور القمر بشعاع الشمس بضوء النهار بظلام الليل بدوي الماء بخيرات الأرض بحفيف الشجار بعلو السماء بهبوط الأرض بجريان البحر بعجائب الدنيا بنفخ الصور بلغات الطيور بنور الصباح بالخمسة الأشباح بمكنون سرك بوفاء عهدك بعلمك بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بقرب الجنة ببعد النار وعدل الميزان بهدير الرعد بلمع البرق برقدة أهل الكهف بفطرة الإسلام بزمزم والمقام والحج إلى بيت الله الحرام بسر يوسف بطور سيناء بسورة ياسين بالأنبياء والمرسلين بحلة آدم بتاج حواء بحلة إبراهيم بكبش إسماعيل
بناقة صالح، بعصا موسى، بإنجيل عيسى، بزبور داود، بفرقان محمد صلى الله عليه وآله، برفعة إدريس، بدعوة جرجيس، بسفينة نوح، بسدرة المنتهى، بجنة المأوى، باللوح المحفوظ، بما جرى به القلم، بنور الظلام، والشعب والمرام، بشهر عاشوراء، بساعات الدهور، بالفلك النوار، بالصدور وما حويت، وبالأنفس الزكية وما عملت، والأقلام وما سطرت، والنجوم وما سارت، بحروف القرآن، بسورة الدخان، بعزائم الجان، بملك سليمان، بحكمة لقمان، بعدل الميزان، بسعير النيران، بغرق الطوفان، بتغليب الدول، باختلاف الملل، بقرب الأجل، بصالح العمل، بالدعاء إذا ارتفع، والقضاء إذا نزل. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ حامل كتابي هذا يا الله يا ودود. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من اسمه من الأسماء مفروض، يا مجيب دعوة هود، يا مؤنس المستوحشين باللحود، يا من أخرجنا من الرحم إلى الوجود، يا مظلم ذات الوقود، يا من بقاؤه غير محدود، يا مفدي الأطفال بالمهود، يا صادق الوعد والوعود، يا من تقدد باسمه الصخر الجلمود، يا الله. اللهم أبعد عن حامل كتابي هذا شر الجن والإنس وشدته، والموت وقبضته، والآخرة ودرجته، والقبر وظلمته، والتراب وديته، والدود وغويته، ومنكر ونكير ومحاسبته، والجان ودوسته، والسيف وخرقته، والرمح وطعنته، والخنجر ودكته، والقوس ورميته، والسهم وضبيته، والسكين وسنته، والسبع وعضته، والكلب ونبحته، والذئب وهدرته، والحرام وسطوته، والحية ولسعتها،
والعقرب ولدغتها والتابعة وذيتها والولد وفقدته، وأعيذ حامل كتابي هذا من شر الريب والمنون ولحظات العيون في كل حركة وسكون. اللهم صل على محمد وآل محمد، واحفظ حامل كتابي هذا من شر كل جني وجنية وغول وغولية ومارد وماردية وإبليس وإبليسية ومسلم ومسلمة ومن يفرق بين الزوج وزوجته والولد وأبيه والابنة وأمها والأخت وأختها. اللهم اصرف عن حامل كتابي هذا شر البلاء والبلية والسيوف الهندية والرماح الخطية والقسي المحنية والسهام المرمية والحربات الجلمودية والساعات الردية. اللهم ادفع عن حامل كتابي هذا كل ردية وأعذه من شر رصد طاغ ونمرود، وأعيذ حامل كتابي هذا من شر الجنون والتحريك والدوي، وأعيذه من شر إبليس القوي وأشياعه وأتباعه وأولاده وآوانه وخدامه من الخواصة والقمرية والمسترقة والسمع للملل، وأعيذه بقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إني أسألك بحرمة الآيات الكريمة العظيمة أن تحفظ حامل كتابي هذا من شر كل ذي شر. اللهم احفظه في كل بر وبحر، وأعيذه بالاسم الذي نزل به جبريل عليه السلام على سليمان بن داود ومحمد صلى الله عليه وآله، وأعيذه بالاسم الذي فلق به البحر لموسى بن عمران، وبالاسم الذي تكلم به عيسى بن مريم في المهد صبيا وأحيا به الموتى وأبرأ به الأكمه والأبرص، وبالاسم الذي نجا به إبراهيم من نار النمرود وذل به إبليس اللعين، وأعيذه بالاسم الذي أيد الله علي بن أبي طالب في قتله الكفار، وأعيذه بما كتب على خاتم سليمان بن داود، وأعيذه بكل اسم سماه الله وأخص به أنبياءه ورسله وملائكته. اللهم إني أسألك أن تجعل لحامل هذه الأحرف كرامة جبريل ومهابة إسرافيل وقبول محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل لحامل هذا الحرز هيبة وقبول
وبيده سيف النصر مسلول، وإذلال البشر من كل أنثى وذكر وكبير وصغير وغني وفقير وسلطان وأمير ومشير وصاحب ووزير بإذن الملك القدير. ذلل الخلق والبشر من أمتي ربيعة ومضر كما ذللت الأرض للإنسان والطريق للحصان والميت للأكفان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. كذلك اللهم أطع لحامل كتابي هذا جميع الخلق والبشر. اللهم إني أسألك يا رافع السماء أن تعيذ حامل كتابي هذا من كل أنثى وذكر من أمتي ربيعة ومضر. اللهم ألف بين حامل كتابي هذا وبين بني آدم وبنات حواء. اللهم ألف بين حامل كتابي هذا وبين قلوب عبادك الصالحين على صحبة حامل هذا الحرز المبارك، واصرف عنه كل فاجر وفاجرة وساحر وساحرة وكل خائن وخائنة. وأعيذ حامل كتابي هذا من شر كل أنواع البلاء العظيم. اللهم إني أسألك يا رافع السماء بغير عمد وباسط الأرضين على ماء جمد وأكملت الجبال الراسيات بالوتد وأنزلت مع المعصرات يا من لا تشتبه عليه اللغات ويا من لا تخفى عليه الأصوات يا رب الملائكة الروحانية يا خالق الخلق والآيات يا متكلم بلا لسان يا سامع بلا آذان يا من لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. اللهم إني أسألك أن تحفظ حامل كتابي هذا من كل شر بحق محمد وعلي وفاطمة وخديجة الكبرى والحسن الزكي والحسين الشهيد وعلي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي الغادي والحسن العسكري وأبي صالح المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. وأعيذ حامل كتابي هذا بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.